السلام عليكم. حلقة اليوم غادي نناقشوا فيها التصريحات المضحكة والبهلوانية ديال فخامة رئيس جمهورية الجزائر عبد المجيد شيراتون. كنا تنقولوا ليه كذبون ودابا تنقولوا ليه شيراتون، غير تفادي للإحراج وصافي. رسمية ديال الرئيس ديالكم في الدولة ديالكم راه عيب وعار. عبد المجيد شيراتون عزيز عليه أضواء الصحافة، وكل مرة يقلب على شي منبر يخرج يكذب فيه، آخرهم المنبر الفرنسي اليميني اللي سميتو لو فيغارو. كما العادة قبل ما نبداو نذكروا الإخوان والأخوات اللي كينساو يدعموا القناة وكيعجبهم المحتوى، ديروا النية وديروا لايك وبارطاجيو الفيديو أو بارطاجيو الحلقة مواقع التواصل الاجتماعي. راه بغينا الصوت ديالي والصوت ديالكم يوصل لصحاب خاوة خاوة، راهم باقين بزاف عندهم. وما تنساوش تشاركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم الجديد. عبد المجيد شيراتون قال بزاف ديال الكذوب وبزاف ديال الخزعبلات، وباش ما نضيعش لكم الوقت ديالكم في التفاهات الكذبونية الكثيرة الشيراتونية، غادي نركزوا فقط على ما قاله على المغرب. أول ملاحظة هو أنه فخامة رئيس الجمهورية البنانية الهوكية دائما مع السخافة الجزائرية كيتجنب يذكر اسم المغرب، وتقول مثلا الجيران ولا دوك اللي هوك ولا الدولة في الغرب ديالنا ولا دولة في شمال افريقيا. المهم دائما كتكون عنده حساسية او عندهم حساسية جماعية من مصطلح المغرب. هاد الحساسية تحيدات لي مع الفرنسيس، وشحال من مرة في الاستجواب ديالو مع المنبر الفرنسي كيذكر المغرب بالاسم. المهم الدولة اللي من هوك الى ما ذكروش المغرب او ما تكلموش عليه على اعلى مستوى راه ما يديها فيهم حتى واحد. لاصقين في ناس بحال العظيم بحال الكرير باش يبانوا امام العالم لانهم مجرد نكره. في واحد السؤال تطرح عليه على الغزو الروسي على اوكرانيا، قال عبد المجيد شيراتون على ان الامم المتحده ما خصهاش تندد فقط بالاستعمار في اوروبا، ماذا عن الاستعمار في فلسطين وماذا عن الاستعمار في الصحراء من طرف المغرب حسب قوله. المهم جاب الدوره كبيره وداز الطريق ديال روسيا وديال اوكرانيا وداز الطريق ديال فلسطين واسرائيل باش يلا يوصل للمغرب ويحشي الهضره للمغرب. اولا يا فخامه رئيس جمهوريه لاشين، ما دخل الجزائر في الامم المتحده وفي العمل ديال الامم المتحده؟ ياك في نفس الاستجواب مع لو فيغارو قلتي انكم دوله عدم الانحياز، ايوا بقى في عدم الانحياز ديالكم ودخلتوا قراصك وما تدخلشني في الكبير اللي ما عنده فايده في ملفات تخص دول عندها سياده. الا عندك شي حاجه تكلم عليها سير للامم المتحده وهضر عليها. دائما ما كيسبقوا فلسطين هاد المنافقين غير باش يهاجموا المغرب فقط. علاش مثلا في الاستجواب مع الفرنسيين ما انتقدتيش القرار الامريكي بتحويل السفاره الامريكيه من تل ابيب الى القدس واعتبار القدس عاصمة لإسرائيل؟ وبارك من المتاجرة في القضية الفلسطينية، وبارك ما تحشروني فيكم فيما لا يعنيكم، راكم مجرد نكرة بالنسبة للعالم ما سامع بكم حتى واحد، وانتم كتستحمروا في أهل الجزائر وتبينوا لهم على أنه عندكم زعما كلمة في المنطقة. كون كانت عندكم شي كلمة كون راه البوليزاريو دارين دولة ديالهم من ثمانينيات القرن الماضي. ساعة البوليزاريو تبقوا معولين على الخلا، الشعب ديالك الرئيس راه باغي الحليب، باغي يخدم، باغي المعيشة، باغي الخبز، باغي السيارات اللي كتمنعو عليه من الاستيراد، بارك عليه من تبلعيد ديالك. المهم اما كاين غير ظالمة او مظلومة ولكن في المشمش. منين عبد المجيد شيراتون جبد المغرب الصحفي عقب عليه ويقول ليه وبالمناسبة علاش اصلا قطعتوا العلاقات ديالكم مع المغرب؟ انتم اخوتي العزاز لحد الان العالم باسره محتار ومازال عاجز على فهم التحرك العابر والغير مبرر من طرف الجزائر بقطع العلاقات. العالم بأسره مازال تيسول ومازال باغي يفهم علاش الجزائر من جهة واحدة قطعت العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، وشنو هما الأهداف وشنو هو المشكل وفينو هما الأدلة ديال الجزائر. جاوبوا الشيراتون وبدا كيتكلم لي على حرب الصحراء وعلى غلق الحدود بعد الإرهاب الجزائري في مراكش، وقال لهم ممكنش تكون هناك وساطة بيننا وبين المغرب، وقال لهم أيضا أن الجزائر قطعت العلاقات مع المغرب لتجنب الحرب معه. والله حتى قال اخوتي العزاز ما نكذب عليكم، قال لهم قطعنا العلاقات الدبلوماسيه مع المغرب باش نتجنبوا الحرب معها. هذه راه بوحدها نكته. قال لك الجزائر قطعت العلاقات باش تجنب الحرب مع المغرب، شنو العلاقه ديال هذه بالحرب؟ الغباء الدبلوماسي لكن بنادم. راه من اول الخطوات المؤديه المباشره لاندلاع الحروب هي قطع العلاقات الدبلوماسيه، بحيث ما كيبقاش التفاوض بين البلدين والنقاش وتبادل وجهات الراي بين البلدين، يعني كيكونوا في المرحله ما قبل الحرب. يعني ملي قطعتوا العلاقات مع المغرب راكم في حقيقه الامر ماشي كتجنبوا حرب معاه،
بل راكم باغيين حرب معاه وكتقلبوا عليه، وانت دابا كتقول لينا هادشي اللي ما عنده حتى علاقة، وحيت نتوما دولة ضعيفة وعندها السلاح الروسي اللي ما بقاش خدام، وبما انه ما عندكم السيادة فالمنتظم الدولي ما كيسمحش لكم بحرب في المنطقة، لانكم اولا غتاكلوا العصا وغتولي الهجرة الى اوروبا، وبما انكم خوافة ما قدرتوش انكم تبداوها ومن شحال، لانكم عارفين الا بديتوها غادي يخرج علينا عاوتاني عبد المجيد شيراطون في شي مقر المؤتمرات ولا من قصر المرادية بحال بن بلة، ويقول لهم عاوتاني شيراطون حاقرونا حاقرونا يا إخواني. صراحة أستغرب كيفاش ينساو هاد الوكيين بسرعة. في الأول قالوا بأنهم قطعوا العلاقات مع المغرب، قال لك حيت المغرب حرق الغابات وكيتعامل مع القبائل وكيتعامل مع حركة المغرب، ودابا نساو هادشي كامل ولاو تركزوا غير على حرب الرمال. وفي نفس الوقت العالم كيتساءل كيفاش سامحتوا فرنسا اللي اغتصباتكم حسب القول ديالكم نتوما، اغتصباتكم رجالا ونساء وقتلت فيكم الملايين حسب القول ديالكم، وسرقاتكم ايضا حسب القول ديالكم، وبقيتوا عاقلين على معركه صغيره سميتها حرب الرمال نتوما اصلا في الجزائر اللي كنتو بديتوها بالغدر ديالكم للمغاربه. صدق من قال وليدات فرنسا، فرنسا تضربكم وتخلي دار تعشكم لمده 132 سنه وتقولوا معليش، المغاربه ديال معاكم معركه صغيره لايام نتوما بديتوها اصلا تبقاو شادين فيها حتى سنه 2022. وهاد ربعة المنافقين تنسوا ان الجزائر كتمول وكتسلح وشاركت في حرب الصحراء مع البوليزاريو ضد الشعب المغربي وضد المغرب، وقال لك تتشكاو من حرب الرمال وتخافوا ما تحشموا. قلتها سابقا ونعاودها، كون كان عند الجزائر امل بنسبه 60% فقط انها غتفوز في الحرب على المغرب كون راه دارت الحرب علينا من شحال هذه. المهم الجزائر تثبت الى يومنا هذا انهم عباره عن بكايه وشكايه تبكي وحيت المغرب كيحقرهم وكيتعدى عليهم يوميا حسب القول ديالهم، وهما مساكن ما قادرين على والو، ومازال كيهضر على الوساطه. اودي شكون اللي حاشا لكم اصلا في شي وساطه؟ حنا كمغاربه ما بغيناش الوساطه معاكم، احسن حاجه درتو هي قطعتوا العلاقات مع المغرب، وما كرهناش لو تقطعوا حتى اللسان ديالكم علينا وتنساونا شي شويه. عبد المجيد شيراطون تيضرب من جديد بالبهلوانيات ديالو، قال لك الا بغيتي تفادى الحرب خاصك تقطع العلاقات الدبلوماسيه. صافي دكاتره السياسه والدبلوماسيين في العالم اللي غيسمعوه غيمشيو ينتحروا. او بغيتي تجنب الحرب سير قطع العلاقات. وقال لهم في الجواب البهلواني المضحك ديالو، قال لهم الجزائر عندها مشكل مع النظام المغربي ماشي مع الشعب المغربي. اولا الا قلتي هذه الجمله وانت مقتنع بها فكنظن انه خاصك تطرد المخابرات الجزائريه كامله وتعاودوها من الاول وتبدلوهم، لان المخابرات ديالكم فشلوا في فهم على انه في المملكه المغربيه الشعب المغربي والنظام الملكي، والنظام الملكي والشعب المغربي. من بعد السنين طويله الى ما فهمتوش هذه المعادله فراكم اغبياء وخاصكم تبدلوا المخابرات ديالكم كامله اللي ما قدراش دير لكم هذه الاستنتاجات. منين كتقول ما عندناش حنا في الجزائر مشكل مع الشعب المغربي فانت تعتبر اكبر كذاب في التاريخ، عندما تساهم الجزائر في استشهاد الالاف من المغاربه في حرب الصحراء، فهاد الشهداء راهم افراد من الشعب المغربي وعندهم عائلات من الشعب المغربي وعندهم امهات من الشعب المغربي، يعني راه الجزائر هي عدوه الشعب المغربي. عندما تسلح وتمول وتدعم سياسيا مرتزقه يريدون تقسيم المغرب على جوج وتقزيم قوه المغرب، فهادشي غيأثر على مداخل الشعب المغربي وعلى حياه الشعب المغربي، يعني راه الجزائر عدوه الشعب المغربي. عندما ترفض تجديد اتفاق الغاز مع المغرب وتنتظر أزمة غاز للشعب المغربي، فهذه الأزمة كون كانت وقعات فعلا كانت غتضرب الشعب المغربي أولا، يعني الجزائر عدوة الشعب المغربي. عندما تغلق الأجواء الجوية على الطيران المدني، طيران المدني راك تطول المسافة ديال السفر مثلا على الحجاج المغاربة اللي هما من الشعب المغربي، يعني الجزائر عدوة للشعب المغربي. منين كتحتم على المغرب أنه يتسلح بمليارات الدولارات لمواجهة الجزائر، فأنت كتحرم الشعب المغربي من التنمية الداخلية، يعني راه الجزائر عدوة الشعب المغربي. عندما تفرض الجزائر على المغرب حربا دبلوماسية منذ عقود، المغرب مجبر أنه يدير فيها الجهد ديالو ويخسر فيها أموال طائلة ممكن تتحول للتنمية الداخلية للشعب المغربي، فهذا يعني أن الجزائر عدوة للشعب المغربي. عندما تسمح لإعلامك الجزائري بإهانة المرأة المغربية والشعب المغربي والترويج للبروباغاندا الجزائرية فأنت تضرب في الشعب المغربي، وهذا يعني مرة أخرى أن الجزائر عدو للشعب المغربي.
وممكن نعطيك الآلاف من هذه الأمثلة ونبين لك بالواضح أن أكبر عدو للشعب المغربي هي الجزائر. فإذا كان أهل الجزائر أغبياء وكيصدقوا الكلام ديالكم فإحنا ماشي أغبياء. في المغرب الملك من الشعب وهو الشعب، والشعب من الملك وهو الملك. عبد المجيد شيراتون ما توقفش هنا وخرج لهم عاود ثاني بكذبة جديدة وقال لهم في الجزائر كاين 80,000 مغرب، صدق أو لا تصدق. هذه عجبتني بزاف لأنه بعدا كتكذب هذيك التخربيقة ديال في الجزائر كاين مليون مغربي. وفينكم دابا أصحاب المليون مغربي؟ هو الرئيس ديالكم تفضحكم الجراروة وتقول لكم كاين غير 80,000. ثانيا 80,000 براسها كذبة كبيرة. عبد المجيد شيراتون براسه قال سابقا في حوار صحفي في الجزائر ما عندناش مؤسسات ديال الإحصاء، يعني كيصعب على الدولة أنها تعطي أرقام وإحصائيات من المؤسسات لأنهم ما كاينش. وفعلا هذا مشكل كاين وما تعرفوش الإحصائيات وما عندهمش، تبقاو غير يقدروا ويكذبوا ويدخموا في الأرقام. مثلا فاش كيقولوا راه دخلنا 6 مليار دولار خارج المحروقات، هذه راه غير شي واحد فاق الصباح وقال لهم 6 مليار. فاش الشيراطون إلا أنت ما عندكش الإحصاء منين جبتي هذا الرقم ديال 80,000؟ وعلاش ما يكونش مثلا 79,850 مثلا مغربي؟ واش كنتو كتستقبلوا المغاربه وبقيتو كتحسبوهم منين وصلتوا لهذا الرقم ديال 80,000 وقفتوا قلتوا صافي بركه 80,000 مغربي؟ واش نتوما هما سويسرا زعما ولا شنو؟ اش هاد التبلعيط هذا؟ زعما راك رئيس دوله، واخا مصطلح دوله راه بزاف عليكم. المهم الاحصائيات ديال اخر سنوات ديال المؤسسات الدوليه في شمال افريقيا كتقول على انه كاين تقريبا 1000 وشي حاجة ديال المهاجرين المغاربة في الجزائر، للأغلبية ديالهم مزوجين جزائريات والدين معهم تما وعندهم العائلات ديالهم تما أو نسابهم. نفس المركز يقول على أنه في المغرب كاين 11,000 جزائري كاين رسميا بالإقامة ديالهم. كاين أيضا مغاربة يقدر العدد ديالهم ببعض الآلاف في الجزائر ولكن ما دايرينش الإقامة الرسمية، لأن قانون الشغل في الجزائر ما تسمحش للمهاجر أنه يحصل على عقد عمل حتى يخدموا الجزائريين وملوا. فهاد المغاربة تيفضلوا يخدموا في النوار باش يخدموا مباشرة وما يبقاوش يتسنى، وأغلبيتهم تيخدموا في الصناعة التقليدية القبس الصباغة، المهم حرفيين تقليديين، حيث أغلبية الجزائريين ما تيعرفوش لهادشي وما عندهمش الكتاف لهادشي، وهذا أمر عادي حيث ما كانش عندهم هوية تاريخية وكانوا غير حراقة في التاريخ. فعلاش تكذب الشيراطون 80,000 كاع؟ ويلي ني ما كتحشمش، خدموا بعدا حتى الجزائريين عاد غير خدموا 80,000 مغربي في الجزائر، وكل كلام ديالك كان بصح. فين مشاو 80,000 مغربي فاش تأهل المغرب لنصف النهائي ديال كأس العالم؟ كنلقاو فيتنام في 400 مغربي كيخرجوا الشوارع وكيديروا ضجة كبيرة، وانتم عندكم 80,000 مغربي وما سمعناهمش كاع. انا شفت فيديو ديال واحد مغربي مسكين خارج الطوموبيله ديالو ودير الدرابو ديال المغرب وكيدور في الشوارع الجزائريه بوحدو وكيكلاكسون. 80,000 مغربي ما حشمتيش؟ فين كانوا هاد 80,000 مغربي في مباريات المنتخب المغربي في وهران او في كاس العرب ديال الناشئين وهما كانوا تيبانوا لنا غير بعض المغاربه فقط؟ ليازين الراي، واش متاكد السي شيراطون من هذا الرقم؟ ياك ما كنتي باغي تقول 8000 مغربي وتزاد لك الزيرو في الاخر كيف ما تزاد لكم 4 زيروات في عدد الشواء هذا، اش بان لكم؟ واش عبد المجيد شيراطون حبس هنا من الكذوب ديالو ومن التصريحات البلوانيه ولا مازال زاد فيه؟ راه تيقول المثل المغربي هبيله وقالوا له اجي زغرتي. طبيعة الحال ما حبسش هنا. ومن يسولوا الصحفي واش صفقتوا على الانجاز التاريخي للمنتخب المغربي في كاس العالم فاش وصل لنصف النهاية، جاوبوا فخامة رئيس جمهورية كدبونيسان الشعبية أنه شخصيا صفق للمنتخب المغربي. كل ما قال ليش واش صفقتي قام يقول لي راه صفقت. المهم جات هي هذيك قال لي واش صفقتي قال لي صفقت. المهم أماكن غير كذب كذب حمودة. هو يقول لي رئيس كدبونيسان المغرب شرف العرب وشرفوا المنطقة المغاربية. ها هما بداو من دابا رسميين كيتزاحموا معنا بهاد مصطلح مغاربي. واش المنتخب المغربي كان فيه جزائريين، كانوا فيه توانسة، كان فيه ليبيين باش تسميونا مغاربية؟ حنا ماشي مغاربيين، حنا مغاربة وحنا في شمال افريقيا. هذا انجاز مغربي نقطة رجع للسطح، واللي بغى يدير حسن منا معليه غير يمشي للفينال ديال كأس العالم. المهم قال لي صفقنا لهم كما صفقوا لينا فاش ربحات الجزائر كأس افريقيا في 2019. مسكين الشيراطون تيتألم، انا حاس بك، حاس بك كتألم وما رضيتيش ان المغرب ولا فلسان كل العالم وان المغرب ولا إعجاز بالنسبة للأفارقة والعرب، وما رضيتيش أن المغرب سبق الأفارقة والعرب لهذا الإعجاز التاريخي وبغيتي تبرد على راسك. وعلاش ما قلتيش للصحفي الفرنسي أن ملك المغرب نصره الله وأيده رسل لكم في الجزائر برقية تهنئة بفوزكم بكأس إفريقيا، وانت كرئيس في الجزائر ما رضيتيش برقية تهنئة باش تهنئ الشعب المغربي؟ واش المنتخب المغربي وفرحة الشعب المغربي
واش محسوبين على النظام اللي كتقول هو عدو ديالنا؟ يا قلتي من قبل ما عندناش مشكل مع الشعب المغربي، وعلاش انت كرئيس دوله ما عندكش مشكل مع الشعب المغربي؟ ما هنأتيش الشعب المغربي على الفرحه ديالو بهذا الانجاز هذا؟ هذا دليل جديد باقي تميكسو على انكم تكرهون الشعب والنظام المغربي وكل حاجه سميتها مغربي. علاش ما قلتيش للصحافي بعد المغاربه خرجوا احتفلوا فاش ربحت الجزائر؟ وما كنظنش انهم باقين غادي يعاودوها في حياتهم. والجزائريين خرجوا كيحتفلوا فاش خسر المغرب في نصف النهائي. وسيروا يا ربعه المنافقين، انتم عباره عن سرطان شمال افريقيا، الله يشافينا يا رب. شوفوا غير كيفاش سادين الحدود ديالكم مع تونس وما عندكم مع حتى شي مشكل، ومع ليبيا ومع كل دول الجوار، كيفاش كتعاملوا معهم؟ ما بقى لكم غير المغرب. الدور ديال الكيان الجزائري في المنطقه هو نشر الفتنه والكراهيه والتفرقه ديال شمال افريقيا لخدمه الغرب، لان اي اتحاد ديال شمال افريقيا غيكون قوي غادي يهدد المصالح الغربيه، والدور ديال الجزائر هي خدمه المصالح الغربيه. انا هنايا عندي واحد السؤال، بحكم انك يا عبد المجيد شيراطون نشيط بزاف في تويتر وكنتي كدير منشورات كثيره كل مره على المنتخب ديالكم في اي رياضه، واحد المره نشرتي تهنئه لمنتخب كره يد الجزائري حيت ربح المغرب فريق هدف واحد وفي الدور الاول، شكون اللي منعك انك تهنئ الشعب المغربي بوصول المنتخب المغربي لنصف النهائي ديال كاس العالم؟ ما درتيهاش حيت انت كتمثل راس الدوله العدوه للشعب المغربي، ولانكم مجرد كيان لا يرقى لمرتبه دوله. الغيره قاتلكم، وراك قلتيها في الحوار الصحفي الاخير انك كنتي متدمر من عدم مشاركه المنتخب الجزائري وكنتي مقصح بزاف. عندي سؤال ثاني مطروح، فوقاش صفقتي على المنتخب المغربي فاش قلتي هذا الصحفي الفرنسي؟ واش صفقتي للمنتخب المغربي وانت كنتي كتحلم وانت كنتي ناس، ولا فاش كنتي في المرحاض حاشا السامعين، ولا صفقتي فاش سجل نصير البيت على البرتغال؟ علاش ما قلتيش للصحافي الفرنسي انك طلبتي من الاعلام الجزائري الرسمي والخاص انهم ما يذكروش كاع نتائج مباريات المنتخب المغربي في كاس العالم في قطر؟ وبالمناسبه راه الصحافي الفرنسي فراسو هذه الفضيحه الاعلاميه ديال الجزائر، لانها تنقلت في الاعلام الفرنسي والبريطاني والامريكي والايطالي والعربي، كلشي ضحك على الجزائر الاضحوكه المسمومين فاش كنتو كتجنبوا تذكروا اسم المغرب والنتائج الرائعه ديالو في كاس العالم في قطر. علاش ما قلتيش اليوم انكم جريتوا على مدير التلفزه الرسميه في الجزائر حيت نشر نتيجه فوز المغرب على البرتغال؟ مساكن الجراره وبقاو فيا صراحه، من رئيسهم الاصغر واحد فيهم وتحرقوا وماتوا بالسم ديالهم وهما كيشوفوا العالم بيتكلم مغربي. نصف نهائيات كاس العالم يا جدك، الجميع سكتنا عليكم. في نفس الحوار بدا كيشكر في فرنسا وكيتقرب منها وطلب منهم كاع يديروا مقابله بين المنتخب الفرنسي والجزائر. دابا المغرب اللي ما دار لهم والو، واللي هما تيحفروا ليه الليل ونهار، ما حامرينوش وكيعاديو وكيخرجوا الاعلام يتهجموا عليه، وفرنسا اللي كتجفف بهم الارض الى يومنا هذا، واللي اغتصبتهم سابقا وقتلاتهم وسرقاتهم وبحسب الكلام ديالهم. ورئيسهم غير مؤخرا في فرنسا اهان الشيراطون واهان الكابرانات واهان الجزائر واهل الجزائر، ومازال كيتقربوا ويتمحلسوا ليه. مسيو لو بريزيدون، مسيو ماكرون، فيزا سي تو بلاي، ان متلازمه ستوكهولم يا ساده. شكرا على التشجيعات ديالكم وعلى الدعم ديالكم، كنشكر بزاف بزاف المنتسبين للقناه. كان معكم حاتم المرابط، السلام عليكم.